أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، جملة وتفصيلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن أسرتي وأصهاري، وبمناسبة فاتح شوال لسنة 1440 يوم الجائزة المعروف بيوم عيد الفطر السعيد، نتقدم لكم بأحر التهاني والتبريكات، ونحن سائلين المولى عز وجل العفو الكريم أن يتقبل منا الوضوء والصلاة والصيام والقيام، آمين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام، وأتم علينا نعمة إتمام رمضان، ويسر لنا الصيام والقيام في شهره الكريم هذا لهذه السنة 1440 هجرية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عدد عدد ما صام لله تعالى صائم وأفطر. الله أكبر، الله أكبر، عدد قائم قام لله وتسحر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عدد تائب إلى الله واستغفر. الله أكبر، الله أكبر، مسبب الأسباب. الله أكبر، عما بفضله الجميع ولم يترك أحدا. الله أكبر ولله الحمد والشكر لله على نعمه. السيدات والسادة الكرام، وهكذا انتهى شهر رمضان ليربح فيه رابح ويخسر فيه من خسر. عفوا. إخواتي الكرام، أحبائي أعزائي، انتهت فرصة رمضان، المدرسة السنوية، المحطة الروحانية الفريدة من نوعها التي يتوفقون المؤمنين فيها لأن يتزودوا بزاد التقوى. فهنيئا للصائمين الذين إن شاء الله سيدخلون من باب الريان، هنيئا لهم، هنيئا لهم وريان، وهنيئا للجميع، آمين. أخوكم في الله محمد السبعي، وعيدكم مبارك سعيد، وسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى إن شاء الله.